السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه السلسلة المتميزة من برنامج قصة دواء. ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. كتير مننا بيستخدم أدوية بطريقة يومية ويبقى عايز يعرف الدواء دوت قصته إيه، بيشتغل إزاي في الجسم وبيعمل إيه، وكمان الدواء ده بيأثر ازاي على صحته، هل كلها اثار جيدة ولا في اثار سيئة، والمستقبل للدواء ده عامل ازاي. كتير من الامراض بنسمع عنها ملهاش علاج، وكتير من الامراض اللي ما كانش ليها علاج دلوقتي بقى ليها علاج. قصتنا النهاردة عن الانسولين، وبيشرفنا معانا الدكتور عرفة الشبراوي استشاري الغدد الصماء. اهلا وسهلا يا دكتور. حديثنا اليوم عن مرض السكر الذي كان بمثابة حكم الإعدام. لما كان حد بيجيله مرض السكر كان الأطباء بيقولوا له أنت هتعيش ما يزيد عن أسبوعين ثلاثة ثم تتوفى. دكتور عرفة، حدثنا عن الإنسولين، الدواء المعجزة اللي ما كانش موجود، وكان قصة اكتشافه مبهرة وجميلة، ويمكن إن شاء الله سنفرد ليها حلقة. لكن النهاردة خلينا نتكلم بطريقة عملية على الانسولين، ازاي بنستخدم الانسولين لمرضى السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما حضرتك قلت في المقدمة الجميلة دي، يمكن لحد سنة 1921 كان اللي بيجيله سكر يقولوا له انت خلاص هتموت. لحد في 1921 اكتشف الانسولين لاول مرة، واللي اكتشفه كان ماكلويد، وكان اخد على كده جائزة نوبل في اياميها. اتغيرت الدنيا بعدها خالص، بدأنا يحاولوا يستخرجوا الانسولين من الحيوانات، وبعدين بعد كده بدأت الامور تتطور لحد ما بدأ الدي ان ايه وعلم الجينيتكس، بدأنا نصنع الهيومن او الانسولين البشري، ودي كانت الطفرة الثانية في الانسولين. لو اعتبرنا ان اول طفرة كانت اكتشاف الانسولين في حد ذاته، فالطفرة الثانية كانت اكتشاف الانسولين البشري، لان ده كان اقل وامن بكتير جدا جدا جدا. لما اجي نتكلم عن الانسولين، هيهمنا في الانسولين او يهم مرضانا في الانسولين ثلاث حاجات اساسية. اول حاجة هاخد الانسولين بجرعة قد ايه، ايه انواع الانسولين، هحقن الانسولين ازاي، ايه الاعراض الجانبية اللي انا هتعرض لها لما هاخد الانسولين بتاعي ده. يمكن كلمة الانسولين وعلاج لمرض السكر دايابيتس ميليتس، او كلمه الترجمه الحرفيه ليها هي شلال السكر، سويت فاونتن، لان زمان كان السكر دكتور بيعتبر المرض الوحيد اللي ملوش علاج، ويمكن كانت الطريقه الوحيده لتشخيصه مع الضعف الشديد والجوع الشديد والعطش الشديد هي البول اللي بيتميز بطعم السكر. يمكن حضرتك قلت على ثلاث نقاط مهمه، هنستخدم انه نوع من الانسولين، نستخدم كمية قد ايه، وهنستخدمه امتى. هنتكلم على النقطة الاولى، هي هنستخدم انه نوع من الانسولين. الحقيقة احنا عندنا اربع انواع اساسية من الانسولين. هنقول ان هما كان في اتنين تقليديين الى حد ما، واتنين نتجوا بعد كده من التطور العلمي للنوعين دول. اول نوع اللي احنا بنسميها قصيرة او سريعة المفعول، ونوع تاني بنسميه قصير المفعول، ونوع تاني متوسط المدى او المفعول، والنوع التالت اللي هو ممتد المفعول. دايما احنا بنستخدم في معظم استخدامنا للانسولين ميكس من النوع الاول او الثاني مع النوع الثالث او الرابع قصير المفعول، زي انسولين اسبارت، زي انسولين ايبيدرا، زي الانسولين اللي هو الجلولايسين، انسولين ليسبرو، حاجات شورت اكتنج او قصيره المفعول زي الانسولين المائي المشهور اللي الناس كلها عارفاه. متوسط المفعول زي اللي هو كانوا زمان يسموه الانسولين العكر او ال NBH، وبعدين بعد كده الانسولين ممتد المفعول اللي هو
الليفينير او ديتيمير والانسون جلارجين. وخلينا اقول ان افضل او النوع الاول اللي هو قصير المفعول اللي بيشتغل بسرعه قوي ده عباره عن تحويل للنوع الثاني اللي هو بيشتغل بعد مده اطول شويه. وبدأنا نستفيد من ده بقى في ان احنا نعمل نخلط ما بين الحاجه اللي هتشتغل بسرعه مع الحاجه اللي هتقعد مده طويله، فبقى انا كده شبهت اللي بيعمله الانسان، اللي بيعمله جسم الانسان او اللي عمله ربنا سبحانه وتعالى في جسم الانسان، ان هو بيعمل له حاجه قاعديه، مستوى قاعدي من الانسولين، والمستوى القاعدي ده قبل كل كده احنا وجبه. معانا على الفيديو القصه في بدايه اكتشاف السبب لمرض الانسولين. الدكتور عرفه يمكن في البدايه كان الاطباء مش عارفين سبب المرض بتاع الانسولين، وكان الاطباء بيقوموا ببعض الابحاث عشان يشوفوا البنكرياس ووظائف الانزيمات بتاعه البنكرياس في مساعده الهضم، ويمكن كانت الصدفه لعبت دور في انهم وجدوا ان بعد ازاله البنكرياس من الجسم كان بيظهر على الكلاب مجار البحث بعض اعراض مرض السكر، ويمكن ده اللي دلهم او خلى توجههم الفكري نحو ان البنكرياس ليه علاقه وطيده بمرض السكر، وهنا بدايه ربط البنكرياس بالسكر. يمكن الانسولين اللي حضرتك كنا بنتكلم عنه هو اللي بيحاول يعوض السكر او بيحاول يعوض الانسولين اللي مش موجود وبيفرز من البنكرياس. حضرتك اتكلمت على ثلاث انواع من الانسولين، قصير المدى ومتوسط المدى وطويل المفعول والاخير اللي حضرتك ذكرته. عاوزين نعرف ازاي بتقدر تقول للمريض او ايه اللي بيخليك تحدد نوع الانسولين اللي المريض هيمشي عليه. بالنسبة لأنواع الأنسولين احنا دايما نقول إن في الأنسب في كل علاج زي ما حضرتك عارف، دايما احنا بنختار الأنسب وليس الأفضل. الأنسب دايما بالنسبة للعيان اللي مرضانا النوع الأول اللي هم الأطفال، دايما بيبقى خليط من اللي هو سريع المفعول اللي هو زي حاجة زي الأنسولين جلولايسين أو الأنسولين أسبارت، مع حاجة من طويل المفعول اللي هو زي الأنسولين جلارجين أو الأنسولين ديتيمير. بنخلط الاثنين دول مع بعض. في حاجات موجودة اوريدي ودي اللي اكتر اخواتنا واهلنا بيستعملوها، اللي هو الخليط ما بين اللي هو قصير المفعول زي اللي هو الانسولين المائي مع الانسولين العكر اللي هو الان بي اتش. بيبداوا الاثنين دول موجودين في حاجات بري ميكسد في الصيدلية موجودة جاهزة، وبيبدأ هو يستخدمها على حسب الجرعة اللي احنا بنحددها له. طب لما بيجي لحضرتك مريض بالسكر وتم اكتشافه عن طريق التحليلات اللي اتعملت ليه، وحددنا ان دوت مريض سكر من النوع الاول ولازم يتعايش طول حياته مع الانسولين، حضرتك بتصف ليه انه نوع من الثلاث انواع؟ بنصف دايما احنا قلنا دايما العلاج الامثل اللي هو يشابه اللي الجسم اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله في الجسم، اللي هو ان انا بدي حاجه طويله المفعول زي الانسولين ديتيمير او الانسولين كلارجين، وبدي معاه حاجات قصيرة المفعول زي الانسولين اسبارتيت او الانسولين كلولايسين او الانسولين ليسبرو. بخلط الاثنين دول مع بعض وببدا اقول اعلم الطفل بتاعي، اقول له والله انت هتاخد حاجه قاعديه او حاجه في ميعاد ثابت كل يوم اللي هو الانسولين طويل المفعول، وده بنقول له دايما ملوش علاقه بايه بميعاد الوجبه، ده بيتاخد كل 24 ساعه. وببدا اعلمه قبل كل وجبه من الوجبات الثلاثه تاخد جرعه من قصير المفعول ده، وبنبدا نقسمها بحيث ان الجزء الاكبر او 50% من جرعه الانسولين اللي هو قصير المفعول ده تبقى قبل الوجبه الرئيسيه اللي هي قبل الغداء، والباقي متقسم على الفطار والعشاء. يمكن معانا الفيديو بتاع العالم لانجر هاند اللي اكتشف او حدد ان هذا الجزء من البنكرياس هو اللي مسؤول عن افراز الانسولين، ويمكن دوت اللي اكد لهم في مرحله البحث عن سبب مرض السكر ان هذا الجزء من البنكرياس هو المسؤول عن افراز الانسولين، وتوجه البحث الان الى ازاي نقدر نستخلص هذا الانسولين من البنكرياس. يمكن في البدايه كان الانسولين بصوره عامه ما تحددش هل هو قصير المفعول او طويل المفعول او متوسط المفعول او الان بي اتش العكر اللي حضرتك بتقول عليه. يمكن ايه التطور اللي خلى الناس تتوجه لان هم يحددوا الانسولين باكثر من نوع؟ هل كانوا بيستخدموا نوع واحد وما كانش بينفع او ما كانش بيدي الفعاليه اللي احنا كنا محتاجينها مع مريض السكر؟ دكتور عارفه هو السؤال ده في غايه الروعه،
لان احنا فعلا كنا بنواجه مشاكل في الاول مع الانواع التقليديه من الانسولين، وزي ما حضرتك عارف التطور في كل حاجه حوالينا، تطور في التكنولوجيا، تطور في العلم، في كل حاجه، في التليفونات، في كل حاجه، خلى الناس تفكر في ان احنا نبدا نحل المشكله دي. كان بيواجهنا مشكلتين اساسيتين مع الانواع التقليديه. اول حاجه ان الطفل هياخد الانسولين، احيانا مامته تديله الانسولين ونقول له اكلي، نقول لها اكلي بعد نص ساعه، الولد ياخد الانسولين من هنا ويرفض الاكل، كانت الام تقع في مشكله كبيره جدا خاصه مع الاطفال. فده حله لنا اللي هو سريع المفعول ده، لا ده احنا بنقول للام خاصه مع الاطفال الصغيرين اكليه، وبعدين بعد كده اديله الانسولين او اديهوله وهو خلاص على السفره هياكل اهو، اديله، ما احناش محتاجين وقت كبير. يعني احنا دلوقتي مش مضطرين ناخده قبل الاكل، لا ممكن بعد الاكل او ممكن لما يبتدي ياكل. بالظبط كده، خاصه مع الاطفال الصغيرين. الحاجه الثانيه ان كان بتواجهنا مشكله في الخليط الانسولين التقليدي اللي كل ابائنا واخواتنا بيستعملوه ده، ان هو بيوصل لذروه الانسولين اللي بياخده لو خده الساعه 8 الصبح بيوصل تقريبا على الساعه 12 الظهر. معظم الناس الساعه 12 الظهر ده لو ولد هيبقى في المدرسه، لو موظف هيبقى في شغله، الوقت ده مش وقت اكل في المعتاد، فبيبدا المستوى ده، مستوى الانسولين بيبقى عالي جدا في الجسم، وفي نفس الوقت مستوى السكر بيبقى منخفض، فيبدا الولد يتعرض او الشخص اللي عنده سكر يتعرض لغيبوبه سكر في الوقت ده. لذلك احنا دايما بننصح مرضانا اللي بياخدوا الحاجات اللي هو الخليط زي مكستارد او الحاجات الانسولين المخلوط اللي موجود في الصيدليه ده، انه على الساعه 12 الظهر لازم ناخد شورت سنيك او ناخد سمول سنيك، وجبه صغيره كده، بحيث ان احنا نمنع حدوث الايه انخفاض السكر ده. يمكن دوت الصوره بتاعت البنكرياس موجود بجانب المعده، يمكن جزء كبير من البنكرياس مسؤول عن افراز العصاره الهضميه والانزيمات اللي بتساعد في عمليه الهضم، لكن الجزء الاهم من حلقتنا النهارده هو الجزء المسؤول عن افراز الانسولين. دكتور عارفه، لما بنتكلم على الانسولين بنتكلم على اهميه ان الام تراعي الوقت اللي بيستخدم فيه الانسولين والنظام الغذائي اللي الولد او المريض السكر لازم يبتدي يهتم بيه. النصايح اللي بحضرتك بتقدمها لمريض السكر بحيث يقدر ينظم حياته مع الانسولين. احنا دلوقتي مش بنتكلم على الطفل اللي امه بتبتدي تنظم ليه الجرعات، حضرتك قلت قصير المفعول لو كان قبل الوجبه وعارف ان الولد هياكل، ولو كان الولد هيبتدي ياكل تبتدي سريع المفعول. لكن يعني خلينا نتكلم على شخص بالغ قادر على انه ينظم الوجبات بتاعته ويختار امتى هياكل. حضرتك امتى تنصحه بحيث ما يخشش في غيبوبه سكر، ما يخشش في هبوط، امتى ننصحه انه ياخد الانسولين؟ النصيحة الأولى دايما نقول إن السكر مرض ومش مرض. إزاي ده عكس الكلام اللي قلناه في المقدمة؟ لا ده مش عكسه، ده هو تماما نفس الكلام. احنا عارفين المشكلة فين، المشكلة في الانسولين في افرازه او في شغله. خلاص انا لو اديت الانسولين تمام، يبقى اذا الشخص ده هيكون شخص طبيعي تماما. يبقى الرسالة الاولى لمريض السكر بعد اذن حضرتك، العلاج ده حاجة اساسية مش حاجة اختيارية، ومش حاجة بتقف من وقت للتاني، دي حاجة بتفضل مستمرة على طول، ما توقفوش، ما تغيرش في جرايته الا بالرجوع للطبيب. الحاجة التانية معادي الوجبات ده بيعتمد على نوع الانسولين اللي المريض بياخده. لو انا بدي العيان بتاعي اللي هم عيانين النوع الثاني اللي هم البالغين دول معظمهم بيكون من النوع الثاني، عاده بندي قبل الفطار وقبل العشاء، وبننصحهم بس يا ريت الوجبات تكون صغيره، ويكون ما بين الوجبات يكون في وجبه صغيره او اي قطعه فاكهه او حبايه بونبوني او اي حاجه في الفتره اللي ما بين الوجبات، بحيث ان احنا ما نقعدش فتره طويله ما بين الوجبات. لو هو بقى حد بياخد اللي هو الجديد اللي هو الطريق القاعدي وبياخد قبل الوجبات، ده فيه ميزه كبيره قوي ان ميعاد الوجبه هو اللي بيحدده، لان ميعاد الوجبه مرتبط، ميعاد الانسولين مرتبط بميعاد الوجبه. فانا هفطر دلوقتي هاخد الانسولين اللي هو قصير المفعول دلوقتي، هاجل الفطار شويه، هاجل الانسولين شويه، وهكذا. انت عارف يمكن مرض السكر يسبب في وفاه شخص كل 10 ثواني في العالم، يمكن عدد الوفيات في السنه بتزيد عن 3 مليون، والوطن العربي معرض بفتره كبيره الى انه يتزايد في مرض السكر، واحد من كل 5 اشخاص في الوطن العربي معرض ليصاب بمرض السكر. انا دلوقتي مش مريض سكر، بس في نصايح ممكن حضرتك تديها لنا بحيث نحمي نفسنا من الوصول الى المرحله ما قبل السكر، او لا قدر الله من الوصول لمرحله مرض السكري.
الحقيقة أسباب السكر في حاجات منها ليس لنا تدخل فيها، وفي حاجات ممكن نتدخل فيها. يمكن حضرتك ذكرت مقولة إن الوطن العربي ومنطقة الخليج العربي بالذات أكثر عرضة أو أكثر معدلات حدوث، وده يمكن مرتبط بطريقة الحياة، اللي هو إن إحنا طريقة حياتنا دلوقتي بقت كلها بالريموت كنترول. أنا دايما أقول للمرضى إحنا عاوزين كل حاجة نعملها بالريموت كنترول، حتى عاوزين نخس بالريموت كنترول. لا، إحنا عاوزين نتحرك، عاوزين نظبط اكلنا، اكل يكون متوازن. متوازن بمعنى ان في 50% من الاكل يكون كربوهيدرات، مواد نشويه، 30% مواد دهنيه، و20% بروتين. لازم الاكل، الوجبه يكون فيها كميه من الفيتامينز، لازم يكون في طبق سلطه في الاكل، لازم يكون في قطعه فاكهه خاصه مع الاطفال. التوازن الغذائي ده مهم جدا. الرياضه اللي خلينا احنا نتوقف عند هذه النقطة. دكتور عرفة الشبراوي استشاري الغدد الصماء ومرض السكر، حضرتك اتكلمت على نظام غذائي، اتكلمنا على ممارسة الرياضة وتغيير في نمط الحياة. أعزائي المشاهدين، نتمنى أن نكون قد أمددناكم بهذه المعلومات القيمة عن الأنسولين في برنامجكم المفضل قصة دواء. انتظرونا الأسبوع القادم في نفس الميعاد وقصة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,